بسم الله الرحمن الرحيم. يوم الاربعاء محافظة النجف الاشرف قطوعات وضراب عن الدوام وباع الابطال الثورة وباسم شهداء الثورة ثورة اكتوبر باقين ومنتصرين وميزنا اي واحد والله يرحم شهدائنا اللي وقعت امس بالبصرة وبغداد وبالمحافظات وان شاء الله منتصرين حيل تنفيذ المطالب واخراج الميليشيات الوقحة والفاشلة والفاسدة ميليشيات ايران وامريكا واسرائيل الكل لبيك يا عراق لبيك يا عراق لبيك يا عراق.